تتعلم تصوب الحلاوي. اه وكروشي وتزغرزه تزرباطي هكذاك. اه ايوا وخياطه لا هوت كوتير. لا هوت كوتير خمسه نكونوا حرام حرام ما نوضوش بهذه الخدمه هذه. هذه مدارس تحلت ذاك الوقت عام 60 وهذيك المدرسه كانت تكون هاد السيدات تتكونهم عامين والمديره ديال ذاك المدرسه جزائريه وحياة الجزائر حتى هي جزائريه الله يرحمها سميتها توريه الدراجي هي اللي كانت مسؤوله على هذه المدرسه ونعم المراه وكل وحده وحده في هذه المدرسه كانوا في القسم 30 ديال البنات وكل وحده تجيب المرمه ديالها وعندهم مره في السيمانه تيديروا الفشطه تديروا الحلوه. لا هذاك داخل في التعليم. داخل في التعليم. داخل في التعليم هذا. تتعلم طيب وتتعلم تصوب الحلاوي. اه وكروشي وتزغرزه تزرباطي. هكذاك. اه ايوا. وخياطه لا هوت كوتير. ولا تتعلم تصوب الحلاوي. جليج هاد القطعه مثلا هذه جليج هذا من صنع المعلم الفنان المجمع العملي هاد جليجه ولا هاد جليج هي دليل جليج هاد القطعه مثلا هذه جليج هذا من صنع المعلم الفنان المجمع العملي جليج هاد القطعه مثلا هذه جليج هذا من صنع المعلم الفنان المجمع العملي هاد جليجه ولا هاد جليج هي دليل جليج هذه القطعه مثلا هذه على رصافه الرقه رصافه عبد الملك فهمت علي اذا نجي انا على الزليج انت تتكلم على الزليج نفرض على الزليج انا الان امام تحدي هالمؤرخين اللي موجودين عندك من الاخوه المغاربه ان ياتوا لي بمؤرخ يذكر ان الزليج في ارض المغرب انا اعطيك ابو ياقوت الحموي اللي متوفي عام 1229 في كتابه معجم البلدان الصفحه 133 قال زرت الجزائر العاصمة زرت الجزائر العاصمة فوجدت حجارة صغيرة تشبه الفسيفساء لم أجدها إلا في دمشق افتح ما على رصافة الرقة رصافة عبد الملك فهمت علي؟ إذا نجي مع استكمال الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي انتقل هذا الفن إلى شرق المغرب الأوسط في مدينة بجاية يعني الجزائر هي وصل ليها هذا الفن قبل المغرب الأقصى وهنلاقي ان الفن ده كان منتشر بشكل كبير جدا في بجاية في الشرق الجزائري وظهر بشكل ملحوظ في قصر اللؤلؤة مع الأسف الهجمات الإسبانية قامت بتدمير أغلب تلك الأثار لكن مع ذلك وجد بعض من بقايا تلك الأشكال الهندسية الزخرفية في مدينة بجاية ودي شاهدة على العصر إن هذا الفن وجد في شرق الجزائر قبل فاس ومراكش مع استكمال الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي انتقل هذا الفن إلى شرق المغرب الأوسط